قالت الكاتبة والباحثة شيماء طنطاوي إن العنف الأسري له أنواع مختلفة ولا يقتصر فقط على العنف بين الزوجين. وأشارت طنطاوي إلى أن العنف ضد الأطفال يعد أخطر أنواع العنف لما يسببه من صدمة نفسية للطفل. الأطفال والطفلات اللي بيتعرضوا للعنف الأسري مشكلتهم بتكون أكبر، لأنه الصدمة النفسية في الوقت ده والصدمة الجسدية بتكون أقوى، وتأثيرها على النفس وعلى الجسد بيكون أقوى جداً. وفي نفس الوقت هم اطفال مالهمش ملجا، مالهمش مكان يروحوه. هو المفروض ان هم بيحصلوا على الحمايه والامان من الاسره، فان هم يتعرضوا من مصدر الحمايه والامان بتاعهم لعنف ده بيبقى قاسي جدا.